يا الله، يبغى لنا أكثر من 3 ساعات عشان نصحح الأخطاء هذه. أنا لاحظت بعض الأخطاء في التقرير اللي أنت كتبته، بعض أخطاء بسيطة جدا وبعضها كبير شوي، فحابين أن احنا نجلس مع بعض ونشوف إيش الأشياء اللي أنت ممكن تسويها عشان تصحح الأخطاء. من معرفتي فيك عندك القابلية أنك تصحح الأخطاء في وقت قياسي، بحيث أن احنا نروح للاجتماع ويكون التقرير كامل. هو إيه الفايدة أن أنا أقول للموظف على كل الأخطاء اللي عنده وأقول له قد إيه هو محتاج مجهود رهيب قوي عشان يصلح الأخطاء دي؟ ما تيجي نفكر بشكل مختلف، تعال نقول له قد إيه الأخطاء دي بسيطة ونشجعه إن هو يصلحها مرة تانية. عشان كده خليك فاكر دايما استخدم التشجيع واجعل الخطأ يبدو سهل التصحيح.